السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وإضافة جديدة موجودة على الواتساب تقدر تستخدمها علشان تقدر تدمج أي صورة أنت عاوزها، وطبعا ده ترند جديد طالع. الإضافة دي بسيطة جدا جدا جدا، هسيب لك رابط مباشر موجودة في التعليقات أو الوصف. الرابط ده هيساعدك أنك تقدر تألف أي صورة أنت عاوزها أو حتى تدمج أي صورة أنت عاوزها. هحاول كده أعرض لك بعض الصور والشخصيات تقدر تعمل زيهم من خلال التطبيق أو من خلال الإضافة اللي تقدر تخليها عندك على الواتساب. يلا بينا كده نبدأ الشرح، لكن في الأول ما تنساش دعمني بلايك وسبسكرايب للقناة، ويلا بينا كده نبدأ الفيديو. زي ما انت شايف كده الإضافة دي اسمها بيربكستي، طبعا أنا مش عارف أنطقها صح ولا لا، اسمها بيربكستي. طيب دلوقتي الإضافة دي بتعمل إيه أو وظيفتها إن هي تعمل إيه؟ الإضافة دي بتعتمد على الذكاء الاصطناعي زيها زي تشات جي بي تي أو ميتا إي آي، لكن دي بتعمل حاجات أحسن من كده. يعني مثلا ممكن نقول ارسم لي تمام وردة اشبه بالواقع، تمام، وبعد كده بعمل ارسال، ومن هنا بيبدا يرسم لك الرسمه اللي انت عاوزها. طبعا بيرسم لك اي رسمه وكل ده مجاني، لكن مش محتاج انك تخش عندك على تطبيقات مدفوعه وكل الكلام ده، انت تقدر ترسم الصوره اللي انت عاوزها في ذهنك. فدلوقتي بيبدا يرسم الصوره اللي احنا عايزينها. كمان شويه انا هخلي التطبيق ده او الاضافه دي هتحول الصوره بتاعت محمد صلاح وكريستيانو رونالدو ان هما لابسين تيشرت النادي الاهلي، ونعرف كل الكلام ده ازاي. طبعا دي الصوره اللي هي رسمتها لي، طبعا صوره او ورده اشبه بالواقع، يعني هي مش عباره عن رسمه وخلاص. طيب دلوقتي بقى تعالوا بينا كده نعرف ازاي نقدر ندمج الصور دي كلها مع بعض. هفتح كده عندي الصور وابدا احدد الصوره بتاعت تيشرت مثلا النادي الاهلي، تمام، وبعد كده بروح افتح هنا مثلا واختار هنا محمد صلاح وكريستيانو واقول له هنا التالي، ادا كريستيانو ومحمد صلاح وادا تيشيرت النادي الاهلي، وبعد كده بضيف هنا مثلا شرح واقول له هنا مثلا يعني مثلا يخلي محمد صلاح وكريستيانو رونالدو لابسين تيشيرت النادي الاهلي، اجعل محمد صلاح وكريستيانو رونالدو يرتدون تيشيرت النادي الاهلي الذي في الصوره، لقد قمت بإرسال لك ثلاث صور، تيشيرت النادي الأهلي، صورة محمد صلاح، صورة كريستيانو رونالدو. بعد كده بعمل إرسال وأشوف هل هيقدر يدمج لي الصورتين دول مع بعض وهم لابسين التيشيرت. فبيبدأ هنا بيجهز الصور زي ما أنت شايف هنا، قال لك أنا سأجهز لك صورة محمد صلاح وكريستيانو رونالدو وهم يرتديان تيشيرت النادي الأهلي، انتظر لحظات وشاهد النتيجة المتميزة او المميزة. هنشوف مع بعض كده هيقدر يدمج الصورتين دول مع بعض ولابسين تيشيرت النادي الاهلي. طبعا كل ده بيعمله التطبيق ده او الاضافة دي، طبعا هسيبها لك في الرابط اللي موجود في الوصف او التعليقات، تقدر تخش عليها بشكل مباشر وتضيفها عندك في اللي هو الواتساب عندك عادي جدا. زي ما انت شايف كده هنا حول لي الصورة بتاعت محمد صلاح، طبعا الصورة يعني ممكن نقول اشبه بالواقع شوية، لابسين تيشيرت النادي الاهلي زي ما انت شايف قدامك كده. فانت تقدر تدمج اي صورة انت عاوزها من خلال الاضافة دي، صورة مثلا والدك والدتك، صورتك انت واختك، صورتك انت وزوجتك عادي جدا، صورتك انت وصاحبك، طبعا بيخليها اشبه بالواقع شوية. كده الشرح انتهى، اتمنى يكون الشرح عجبك، ياريت منساش دعمني بلايك وسبسكرايب للقناة، واشوفكم في حلقة جديدة، مع السلامة.